إنجاز نوعي وتطور كبير في آليات التعامل مع القضايا الأسرية من قبل كوادر إدارة حماية الأسرة في ظل الظروف التي تمر بها المملكة وفرض حظر التجول والذي قد يشكل عائقا لوصول المواطنين إلى أقسام الإدارة في محافظات المملكة لطلب المساعدة وتقديم الشكاوى. واصلت إدارة حماية الأسرة عملها كالمعتاد وعلى مدار 24 ساعة لتأمين الحماية لمحتاجيها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة بسبب فيروس كورونا، وكثفت جهودها العملية من أجل حماية المنظومة الأسرية في ظل فرض حظر التجول بعدة مجالات أهمها الوصول لمنازل المعنفين حال ورود أي شكوى أو بلاغ يتعلق بالعنف الأسري. في ظل ظروف سريان قرارات الدفاع وحظر التجوال وعدم قدرة المواطنين بشكل عام على الحضور بشكل شخصي لتقديم شكواهم، عملت إدارة حماية الأسرة على تشكيل فرق خاصة بحيث يتم تلقي البلاغ على هاتف 911 أو على هاتف إدارة حماية الأسرة أو أقسامنا المنتشرة في الميدان، ويتم التوجه إلى المنزل مباشرة، يتم التعامل مع حالات العنف بشكل منهجي وعلمي ومحاولة حل الإشكال الحاصل داخل الأسرة إن أمكن، وفي حال تعذر ذلك يتم اصطحابهم إلى إدارة حماية الأسرة أو أقسامها وتقديم الرعاية الاجتماعية المطلوبة. خلال فترة الحظر كان هناك تعاون حثيث ما بين اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وإدارة حماية الأسرة، كان التواصل مع الإدارة مستمر ما بيننا وبينهم، وكانت الإدارة أيضا تعود لنا بنتائج الحالات المحولة لها عن طريق إدارة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وإعلامنا بكل الخطوات، وهذا كان فعلا جهد متميز. وتهيب إدارة حماية الأسرة بالإخوة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة بعدم التردد بالاتصال بأرقام هواتف الإدارة أو من خلال بريدها الإلكتروني أو عبر صفحتها على الفيسبوك أو من خلال مركز القيادة والسيطرة 911 في حال وجود شكوى.